بنغازي قبل الحسم. تدخل قوات الجيش الليبي المدينة من منافذ عدة. لم تبقى سوى بؤر صغيرة للمسلحين. الحقيقة بعد هذا التقدم الكبير للجيش الليبي وهذه الانتصارات المتلاحقة، لأن كل ساعة حبلة بالمفاجآت والانتصارات، الجيش الليبي الآن يعني استطيع أن أقول وبكل ثقة أنه يسيطر على 90 إلى 95% من مدينة بنغازي، أو وخاصة الأحياء الاستراتيجية والممتدة والشوارع الاستراتيجية. فعليا يسيطر الجيش الليبي على منطقة الرجمة ومطار بنينة ومنطقة سيدي خليفة الكويفية وأحياء السلام وسيدي يونس وبهديمة، إضافة لمعسكر 17 من فبراير أكبر معاقل المسلحين. يواصل الجيش الليبي تمشيط المدينة التي خلت من سكانها، فالمسلحون يتحصنون بعدد من الأحياء وسط بنغازي إضافة لضواحيها الغربية. يحاول الجيش الليبي طمأنة المدنيين الذين غادروا بيوتهم بحثا عن ملاذ آمن، لكن من الركام تخرج أسئلة حرجة، ليس أقلها متى تطوى صفحة الفوضى في ليبيا؟